الخير كفاعله، وانا بصراحة في الخير طماع وعايز اخد ثوابكم كلكم. عشان كده في لحظة فرح هندل لكم على الخير ونوريكم فرحة الناس بتبقى عاملة ازاي. كل ده بدعمكم ومشاركتكم، ربنا يقدرنا يا رب ونفضل كده متجمعين في الخير. تعالوا نشوف النهاردة هنفرح مين. عاملة ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله رب العالمين. اخبارك ايه يا ست الكل؟ الحمد لله، ربنا يديك الصحة يا رب. طب ما جينا نطمن عليك النهارده. ربنا يديك الصحة يا رب ويخليكم. ربنا يكرمك يا رب ويسعدك يا رب ويسعد لك ايامك كلها ويبارك لك في الحمد. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يهديهم يا رب. احكي لنا يا حاجة، ايه الحكاية؟ ابتدت منين؟ ظروفك لخبطت معاك منين؟ مساعدة زي ما عملت. الله يرحمه يا رب. هو كان بصراحة مش معوزني حاجة، بس من ساعة ما مات بقى الظروف الدنيا ربنا واحد اللي عالم بيه. توفى بقاله قد ايه؟ هو متوفي بقاله سنتين. القبض انا بقبضه بتاعه دوت يا يوم خمسة بيبقاش معايا فلوس، عشان انا بسد دون جيب بقى حاجات لبنتي. بنتك هتتجوز؟ بسد لها فلوس، يعني جايب لها الحاجات الداخلية دي التجومة وحاجات للسرية. اللي بقبضه بقى بسد، موعد الناس ان انا يوم واحد مثلا بقبض وراح اديهم فلوس. مديونه بكام يا حاج؟ السنة جايبها من كذا واحد. من كذا واحد. هو توفى بايه يا حاج؟ حادثة ولا؟ والله ما في حاجة، ده هو كان قاعد طول النهار بيودع في بتوع الشارع، ده همت وناس اتخنقت من هنا مع ناس من غطاطي خدتهم صراحة. وقاعد ما فيش حي حي وياكل وشارب وما فيش اي حاجة. وجا في اخر الليل قاعد يودع الناس ويقول لهم انا بودعكم انا بودعكم. وقاعدين هنا راح قال لي الحتة دي بتحرق. قعدت اقرا له عليها قران وكده، قلت له انا هصحى بدري راح احجز لك عند الدكتور وتكشف. الساعه 3 بالليل لقيته يعني قاعدين، انا مش جاي لي نوم. بيقول لي قومي نامي شويه، قلت له انا مش جاي لي نوم انا قاعده معاك. قال لي طب انا عايزك ترتاحي شويه. يا دوب حطيت راسي لقيت اللي بيصحيني، ايه؟ قال لي تعالي قولي معايا شويه. ولقيته بقى راح تروح طالعه. الله يرحمه. هو كان طيب يعني طيبه خلص، اللهم صل على النبي، انا ما شفتش يعني موته في حياتي زي موته دي. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه ويصلح. ويرزقه يعني. هو كان طيب طيبة خلص بصراحة. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. طب انت بتشتغل يا حاجة؟ لا انا مش قادرة بصراحة اشتغل، مفيش عافية ان انا اشتغل عشان انا عندي السكر ومش قادرة اشتغل. يديك الصحة يا رب. بخلي. طب محمود بيشتغل؟ محمود الله كان شغال دليفري في كرداسة، بس المكنة بتاعته عطلانة. عطلانة؟ عايزة بقى يتعمل لها عمرة. وانا بصراحة ما معيش، بس انما ربنا يفرجها. ومعاشك بتصرفيه منين بقى؟ ما هو معاش انا بجيبه من البوست. بقبضه من البوست. ده معاش التضامن ولا معاش شغله هو؟ لا معاش شغله هو. هو كان بيشتغل فين؟ هو كان شغال في حي الهرم مساعد، يعني بيشيل خشب وحيات. فكانوا هم يعملوا له ايه يعني النظام مساعد. قلت لهم ازاي هو شغال وشغالين فيها وفي الاخر هتعملوا له مساعده. عملوا لي معاش يعني باخد 1200. ال 1200 دول هيعملوا في الايام اللي احنا فيها دي. انا بسد منهم ديون، بجيب بقى شويه شيبسي وعمل شويه مكرونه وهي الدنيا ماشيه. معلش يا حاج. الحمد لله. لا الحمد لله انا بحمد ربنا على ما فيش اي حاجه. الحمد لله الله يرحمه ويسمح. وانت قدها وقدود يا ربنا يبارك لك. شايله البيت كله على كتافك، بنتك وابنك. ده انا عينيا له. وفرحك بمحمود يا رب كده وتجوزيه يا رب. ربنا يبارك لكم يا رب. انا مش عايزك كده مسهمه ومتضايقه. لا هو بيبقى غصب عن الواحد، انا بيبقى سرحانه يعني في جوزي دوت، بيبقى زعلان، بيبقى قاعده كده يعني افتكر، بيبقى غصب عنه. كانش مخليني ولا عمره خلاني طلعت بحت حاجة ولا اشتريت حاجة ولا عملت حاجة، بس هي بقى الظروف. الله يرحمه. الله يرحمه ويسمح. نعمل ايه عشان نسيبك كده وانت مبسوطة وفرحانة؟ ربنا اللي يطلع من ذمتكم اعملوا، اللي انا راضية اللي انتوا عايزين تعملوا اعملوا. انا راضية بالله، ربنا يديه لي. ربنا يكرمك يا رب. طب يا حاجة ربنا يسعدكم يا رب. جمعية صوفيا ما بعتلك الهدية الصغيرة دي اللي ولا هي مامك ولا هي. ربنا يبارك لكم يا رب. تقدر بس ان احنا نقدر نعمل بيها حاجة، بس انك انت تفرحك. ربنا يبارك لكم يا رب. ربنا يبارك لكم ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. وشد حيلك، ده لسه بقى عايزين نشوف ولاد ولادك، وعايزين انت سندهم دلوقتي خلاص. ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يكرمك يا رب ويسعدك يا رب.
ربنا يبارك لكم. مبسوطة يا حجة؟ الحمد لله، والله مبسوطة على ما فيش أي حاجة، الحمد لله. الحمد لله. واللي بيحمد ربنا ربنا بيزيده. الله يفتح عليك. ربنا يبارك لكم، الحمد لله. ربنا يكرمنا دايما بأهل خير كده يقفوا ظهرنا ويسندونا. ربنا يبارك لكم ويجعلوا في ميزان حسناتكم يا رب. ربنا يخليك يا حبيبي. ما يرمكوش في ضيقة يا رب. تسلم يا حبيبي، تسلم يا حبيبي. تقولي في حاجه؟ الامر لله وحده، جدع يعمل لكم عشان نتعشى مع بعض. ربنا يخليك. والله العظيم مره عايزين ناكل مكرونه وشيبسي زي ما انت قلتي. خلاص اعمل لكم عينيا والله. ربنا يخليك يا رب. اكل اعمله لكم. ربنا يخليك يا رب. تسلمي يا حاج. ربنا يبارك لكم. ربنا يخليك. تقولي في حاجه؟ من الامر لله والوحده. ماشي، مع الف سلامه يا حاج. اقعدوا والله نتعشى سوا. اللي يعيش بين الناس وبيكبر كل خاطر، ربنا عمره ما هيسيبه، ربك ده كريم. الفرحة اللي شفناها في عين الحاجة أميمة فرحة غالية أوي، وبجد حسستنا بقيمة اللي احنا بنعمله، وكل ده بفضل دعمكم ومساهمتكم معانا في مؤسسة سوقيا المال. ربنا يقدرنا ونقدر نعيش الناس كلها لحظة زي دي، لحظة فرحة. كلنا لما بيخلص عمرنا بتفضل بس سيرتنا، كل ما بنعيشها لغيرنا تكبر وتعيش زرعتنا، بس انت مد ايديك غيرك او مستنيك، بس اوعى في يوم تستخسر. شفنا معاكم لحظة فرح، لحظة خير، ولسه الخير مكمل. بس ثقافتنا وديننا الإسلامي كان ليه دلائل كتيرة جدا ان الخير لما بيتعمل بيرجع اضعاف مضاعفة. وانا جاي انا ودكتور صالح كان بيحكي لي قصه، وقصه بتثبت ده. خلينا نسمع منه القصه ونعرف منه ازاي الخير بيرجع لنا اضعاف مضاعفه. مساء الورد يا دكتور. ربنا يكرمك يا استاذ تامر، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ربنا يحفظك. مش ربنا يا استاذ تامر بيقول لنا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه؟ اللي هتطلعه لله رب العالمين هيرجع لك اضعاف مضاعفه من الملك سبحانه وجل وتعالى. القصه اللي كنت لسه بحكيها لحضرتك واحنا راجعين يا استاذ تامر، ان ربنا سبحانه وجل وتعالى لما تعمل خير يرده لك من حيث لا يحتسب. كان في مجموعه من الشعراء اللي بيقولوا شعر رايحين قصر الملك يمدحوا الملك، وهم في الطريق رايحين قصر الملك عدوا على راجل فقير كده بيملى ميه في جره معاه كده، بيملى الجره دي ميه. فقال لهم انتوا رايحين فين؟ قالوا الى قصر الملك نمدحه. رايحين نمدح الملك. قال خذوني معكم. طب اجي معاكم. قالوا هتعمل ايه معانا؟ قال خذوني. هتخسروا ايه يعني لما تاخذوني معاكم؟ فاخذوه معهم. دخلوا على الملك، الشعراء بقى وادباء بقى الناس المثقفين بقى ومش عارف ايه، قعدوا يتكلموا على الملك، اللي يقول شعر واللي يقول نثر واللي يمدح الملك واللي يذكر بقى حاجات من التاريخ ومش عارف ايه. وكلهم خلصوا، جه الدور على الراجل الغلبان الفقير ده اللي هدومه مقطعه واللي شايل معاه جره كده كان رايح يملاها ميه وما ملهاش. فالملك قال له ما الذي جاء بك؟ انت جاي في وسط الناس دي بتعمل ايه؟ قال ولما رايت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. بيقول له أنت كرمك عامل زي البحر، وأنا جايب كوباية ماء صغيرة يعني أملاها من البحر فمش هتعمل حاجة. ولما رأيت القوم سدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي. الملك أعجب جدا بالكلام ده. قال لهم املوا له الجرة دي ذهب. الله. فالشعراء حقدوا عليه قالوا له بقى يا جلالة الملك تعطي هذا ذهبا وتعطينا مالا؟ بقى الفقير اللي هدومه قطعها الغلبان ده اللي احنا جبناه كده عطف تديله هو ذهب واحنا ناخد فلوس عاديه؟ قال هو مالي اعطيه لمن اشاء وهو ماله فليفعل فيه ما يشاء. يعمل اللي هو عاوزه. تعرف يا استاذ تامر الراجل ده خد جره الذهب دي عمل بيها ايه؟ ايه؟ طلع وزع جره الذهب دي كلها على الفقراء والمساكين والغلابه والمحتاجين. الله. وزع جره الذهب كلها. الملك سمع عن اللي هو عمله قام بعت له. قال ما حملك على ما صنعت؟ انت ليه عملت كده؟ قال يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. بيقول له اصل الفلوس دي مش بتاعتك ولا بتاعتي، بتاعت ربنا، فانت لما اكرمتني انا لازم اكرم الناس. قال يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. الملك اعجب بالكلام ده اكتر. عارف عمل ايه؟ ايه؟ قال لهم املوا له الجره دي ذهب 10 مرات. فانشد الرجل قائلا الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات واوقات، وافضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات،
لا تقطعن يد المعروف عن أحد، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات. وانظر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. فاصنع خيرا يبقى لك أثرا صح. وذكرا عند رب العالمين. صح، فتح الله عليك يا دكتور صالح، الله عليك على الكلام الجميل والقصة الحلوة. يمكن دكتور صالح بيأكد لنا ان الخير لما بتعمله بيضاعف، وان الخير لما بتعمله ربنا بيبارك فيه وربنا بيكتب لك سبب انك تكون سبب لمساعدة الاخرين. بس احيانا اتعلمت منك حاجة وانت بتتكلم، تعلمت ان دايما اللي بيحتاج او المحتاج هو اللي بيحس اكتر بالأخرين. واحد بيحس بالظبط، فهو دايما الشخص اللي بيساعد الاخرين هو الشخص اللي اتوجع من لحظة الاحتياج. وانا عاوز اقول لك يا استاذ تامر امام الجميع ان الطبقه دي اكتر ناس بتساعد معانا واكتر ناس بتعمل خير معانا بفضل الله في مؤسسه سقيا. الله، ربنا يفتح الجميع يا رب ويجعلنا كلنا اسباب لبعض عشان نقدر كلنا نعيش في لحظه فرح. نورتنا يا دكتور صالح، ربنا يكرمك يا استاذ، الله يحفظك، متجمعين دايما في الخير. أمين ان شاء الله يا رب. أمين. مع سقيا الماء. امين يا رب، امين دايما. لحظه فرح جديده بكره باذن الله معاكم وبسببكم. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.